ننتقل الآن إلى محور آخر وهو سياسات الهوية الوطنية، يقدمها لنا الأستاذ همام المرتضي، محلل بيانات وباحث ثقافي ومترجم مستقل. تفضل سيد همام. السلام عليكم جميعا، إن شاء الله الصوت واضح. هو أنا حنكون سريع جدا، حنحاول نختصر على قد ما نقدر لأن الكلام واجد. فبداية بداية عنوان البحث هو سياسات الهوية الوطنية في ليبيا، أثر سرديات السلطة على سرديات المجتمع. حنحاول نلخص في البداية. تسعى هذه الدراسة أولا إلى استجلاء أهم التشريعات وممارسات السلطات الليبية المتعاقبة في مجال بلورة الهوية الوطنية وإدارتها في ليبيا. السياسات هذه يمكن النظر إليها لأنها السياسات والممارسات الرسمية المتبعة من قبل الدولة الليبية في مجال الهوية الوطنية. ثانيا، تسعى الدراسة إلى فهم أثر هذه السياسات على تصور المجتمع الليبي لنفسه من خلال اقتفاء أثر هذه السياسات على سرديات أجيال مختلفة. طبعا نستخدم المنهج الوصفي التحليلي، البحث المكتبي بشكل عام، لحصر سياسات الدولة الليبية من تشريعات وممارسات في مجال التعليم الوطني والخطاب الإعلامي والممارسات أو التخطيط المدني. نحاول نربط الجميع السياسات هذه أو الممارسات بإجابات فئات مختلفة من الليبيين عن أرائهم حول أنفسهم أو عن تصورهم للهوية الليبية. في البداية طبعا من نافلة القول أن الهوية الوطنية هي من أهم الركائز التي تقوم عليها الدول الحديثة، إذ تشكل تفردا تمتاز به جماعة وطنية عن أخرى، وتعكس تاريخا وثقافة وأهدافا مشتركة للجماعة الوطنية، وتميز أفرادها وبها يعرفون. منذ نشوء الدولة الليبية عام 51، تعثر صناع السياسات الثقافية في ليبيا في بلورة تعريف واضح لماهية الهوية الليبية، وهو تعثر تزامن مع صعود الأفكار القومية العربية في منتصف الخمسينات والستينات. ويمكن هنا استثناء تجربة قصيرة الأمد جدا وجريئة قامت بها حكومة السيد عبد الحميد البكوش عام 68 لمحاولة لترقية أو صعود سردية الأمة الليبية عوضا عن اختزالها في بعدها العربي. طبعا منذ سيطرة التيار القومي العروبي على مقاليد الحكم عام 69 ومرورا بتخبطه في العقود اللاحقة بين الهويات العربية والإسلامية والأفريقية، لا يبدو أن صناع السياسات الثقافية في ليبيا قد راعوا الضرورات الخصوصية المحلية من تنوع ثقافي هوياتي وحساسيات بين ثقافية. في بلورة الهوية الوطنية بصورتها الجامعة المبنية على التنوع الثقافي والكافلة للتلاحم الاجتماعي. طبعا بعد تغير السياسات أو تغير البيئة السياسية عام 2011، برز سؤال الهوية الوطنية من جديد بشكل أكثر إلحاحا، وخصوصا فيما يخص تمثيل الأقليات العرقية واللغوية ومشاركتها في صوغ التشريعات المتعلقة بالهوية الوطنية. وعلى الرغم يعني أن ثمة من يجادل أن مفهومي الهوية الوطنية وسيادة الدولة هي مفاهيم قد عفى عنها الزمن، إلا أن الشعور الشامل بالهوية الوطنية يظل عاملا حاسما للحفاظ على الدولة ككيان سياسي ناجح. الهوية الوطنية لا تعزز الرخاء المادي فحسب، بل تلهم الحكم الرشيد وتعزز الثقة بين أفراد الجماعة الواحدة، وتدعم الأمن المجتمعي، وتجعل الديمقراطية نفسها ممكن. أنا ممكن حنفوت التعريفات بما أن السيد رامز تقريبا أشار إليه من قبل. أنا بس نحب ننوع لحاجة، أن من خلال بحثي أنا أول تعريف للثقافة بمعناها الحديث جاء من قبل ماثيو أرنولد عام 1867، حيث أشار أن الثقافة هي المساعي والمنتجات الفكرية والفنية الخاصة. طبعا تعريف هنا غامض شوية وواسع، لكن من فترة ماثيو أرنولد إلى اليوم قدمت ممكن عشرات التعريفات للثقافة يمكن اختزالها على أنها مجموعة من القيم والمعتقدات أو مجموعة من السلوكيات التي نتعلمها ونشاركها مع الآخرين في مجتمع معين، مما يمنحنا شعورا بالانتماء والهوية. بالنسبة للسياسات الثقافية عربيا، كان أول تعريف
للسياسات الثقافية جاء في كتاب مدخل إلى السياسات الثقافية من قبل مجموعة من الباحثين، حيث عرفت السياسات الثقافية على أنها مجمل الخطط والأفعال والممارسات الثقافية التي تهدف إلى سد الحاجات الثقافية لبلد ما أو مجتمع ما عبر الاستثمار الأقصى لكل الموارد المادية والبشرية المتوفرة لهذا البلد. أنا ممكن حنتجاوز التعريفات الثانية وحنمشي طول لأهمية البحث. طبعا أهمية البحث بشكل عام هنا تكمن في تقديمه لرؤية عامة حول وضع السياسات الثقافية العامة في ليبيا من خلال عرض سياق تحليلي لهذه السياسات وتتبع أثرها ونتائجها. وأيضا أهمية البحث تكمن أيضا هو إسهام بشكل ما في المكتبة الأكاديمية الليبية وإثراء للنقاش حول السياسات الثقافية المتبعة، إضافة إلى محاولة لتقديم نقد للتشريعات الناظمة للهوية والثقافة الوطنية ودورها في عملية التلاحم وحفظ النسيج الاجتماعي الوطني. مشكلة البحث، طبعا انطلاق البحث هذا أو الفرضية الأساسية أن الهوية الوطنية في ليبيا تواجه أخطارا تهدد النسيج الاجتماعي المتنوع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقوض الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيضا تنتقل الدراسة من ضرورة البحث في أوجه قصور سياسات السلطات الليبية المتعاقبة في مجال الهوية الوطنية وإدارتها، مما يعزز بخروج بتوصيات من شأنها تحسين السياسات الثقافية في مجال الهوية الوطنية. طبعا انطلقت أنا من سؤالين. أنا أول سؤال هو كيف أثرت سياسات الدولة في ليبيا في مجال الهوية الوطنية على سرديات الليبيين المتعلقة بهويتهم الوطنية؟ من السؤال الواسع هذا حنحاول نطلع أسئلة محددة، اللي هي بداية ما هي أهم التشريعات الليبية، المواد الدستورية والقوانين والقرارات التي تتعلق مباشرة أو بشكل غير مباشر بالهوية الوطنية وإدارتها، وأيضا ما أبرز الممارسات الرسمية في مجالات التعليم الوطني، الخطاب الإعلامي والتخطيط المدني التي بالطبع تتعلق بالهوية الوطنية. في مجموعة من الدراسات السابقة، طبعا فيه بحث دور المناهج التربوية والتعليمية في الهوية الوطنية من قبل الأستاذة صالحة ترهوني والأستاذة آمنة ساسي في كلية التربية جامعة مصراتة، هذا ممكن أقرب بحث للدراسة اللي درتها أنا. وطبعا بالأخذ في الاعتبار المسح العالمي للقيم أو المسح العالمي الشامل للقيم اللي هو تقريبا في 2014. تمام، أنا سريعا جدا بنمر على مجموعة من القوانين التي اتبعت في ليبيا. طبعا بداية الدستور عام 1951 لم يشر إلى أي عرقية للدولة، يعني أشار إلى ليبيا أو أشار للشعب الليبي ولم يشر إلى أي عرقية معينة. طبعا في دستور 21 في دستور 51 ايضا تم التاكيد على حق كل شخص في استعمال اي لغه في المعاملات الخاصه والامور الدينيه والثقافيه والصحفيه او اي مطبوعات اخرى وفي الاجتماعات العامه. في الاعلان الدستوري عام 69 هذا اول ترسيم للغه في ليبيا واول ترسيم لليبيا كبلد يتبع عرقية معينه. نجول المادة واحد مثلا: ليبيا جمهورية عربية ديمقراطية حرة سيادة فيها للشعب وهو جزء من الأمة العربية وهدفه الوحدة العربية الشاملة. في مجموعة أخرى من القوانين اللي هي أنا الإطار الزمني بتاع الدراسة من عام 51 إلى الوقت الحاضر، يعني فلقيت مجموعة من القوانين اللي هي ممكن لها علاقة مباشرة جدا بالهوية الوطنية. مثلا القانون رقم 12 عام 84 تجريم استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات، تم تحديث القانون هذا بالقانون رقم 24 عام 2002 بشأن منع استعمال اللغة العربية وأيضا منع استعمال الأسماء الغير عربية أو والإسلامية التي لم يقرها الإسلام، وكذلك الأسماء ذات الدلالة الخاصة التي تتنافى مع روح الإسلام. طبعا صياغة النص القانوني هنا واسعة جدا، فيها غموض وممكن تحتمل تفسيرات واجهة. شيء آخر في القوانين، عندنا الإعلان الدستوري لعام 2011
تم إضافة الفقرة الثانية المادة واحد. الفقرة الثانية تقول أن الليبيين جميعا سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب دين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي والجهوي والأسري. أنا حنمر سريعا جدا على مجموعة من الممارسات العامة التي تبعتها ليبيا. طبعا أول شيء نقدر نقول أنه هو ممارسة أثرت جدا على الليبيين، اللي هي منع تعليم اللغات غير العربية عام 86، التجنيد الإجباري للجميع المواطنين. هذا نقدر نقول أن السياسات هذه أثرت جدا على الهوية الوطنية أو تصور الليبيين لماهية الهوية الوطنية وأنفسهم. لكن ممكن نمر بس سريعا جدا على النتائج والتوصيات على طول بس لضيق الوقت. تمام. أنا مريت على التشريعات المتعلقة بالثقافة والممارسات الرسمية ونجوت أول التوصيات على طول بس عشان ممكن الوقت ضاق علينا. التوصيات نوصي بضرورة وجود آلية قانونية توفر الدعم للهوية الوطنية، ووجوب العمل على تعديل النصوص التشريعية التمييزية، المصادقة على الاتفاقات الدولية الخاصة بالهوية وتفعيلها، وضع استراتيجية استعجالية وطويلة الأمد لحماية الهوية. لكن ممكن نكمل. تمام. أنا حمر بس سريعا على مجموعة من الممارسات. أنا هنقول نتائج سريعا جدا. أدت عشوائية السياسات الثقافية إلى تشوه في مفهوم الهوية الوطنية الليبيين. لا تملك ليبيا أي استراتيجية أو رؤية وطنية للحفاظ على الهوية الوطنية. ساهمت السياسات الثقافية المتبعة في غموض أو على الأقل عدم وضوح الهوية الوطنية على المستويين الشعبي والرسمي. الآثار بنمر بس على المسح العالمي للقيم، لأن فيه ممكن أثار يعني واضحة جدا لهذه السياسات في ليبيا. عزوف 81% من الليبيين عن الانضمام لمنظمات مدنية. حوالي 40% من الليبيين لا يفضلون جيرانا يتحدثون بلغة غير العربية. حضور واضح للثقافة الريعية. القيم المهمة مثلا العمل الدؤوب هي قيمة مهمة ل 40% من الليبيين فقط. يكرس 59% من الليبيين قيمة الطاعة في أبنائهم. في أرقام مفزعة أخرى زي 10% فقط من الليبيين يرون أن الآخرين جديرين بالثقة. 18% فقط يرون أن الأفراد على الأفراد الاطلاع بمسؤوليات أكبر في الحكومة. طبعا هذه الآثار هذه قصتها من المسح العالمي للقيم عام 2014، وأعتقد أن في نسخة جديدة عام 2022 بس يعني ما كانتش متوفرة عندي أثناء كتابة البحث. أنا لكن كون كملت. شكرا لكم جميعا. شكرا سيد همام المرتضي. قدم لنا موضوع سياسات الهوية الوطنية مستخدمة للمنهج في دراسة مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي، وأعتقد بأنها دراسة مهمة جدا. كان أهمية الدراسة بالنسبة لها هي تقديم رؤية عامة للسياسات في ليبيا بخصوص الهوية الوطنية. مشكلة البحث كانت أو الافتراء الفرضية بأن الهوية الوطنية تواجه أخطارا، وتحدث عن كيف أثرت سياسة الدولة في تشكيل الهوية الوطنية. أيضا تحدث عن بعض القوانين والدستور من ضمنها الدستور 51 والإعلان الدستوري، وكيف تعامل مع الهوية الوطنية سواء عن طريق عن اللغة أو عن المواضيع العرقية. نشكر الأستاذ همام المرتضي. والآن عندنا جلسة نقاش حوالي 30 دقيقة. نتمنى من السادة والسيدات الراغبين في طرح أسئلة على مقدمين هذه الأستاذ رامز أو الأستاذ مرتضى همام أو الدكتورة مفيدة أن يتقدموا بأسئلتهم. نعم، ملاحظتي أن راه المعايير اللي ممكن نقيسوا بها
في القرن اللي فات القرن العشرين هذا ما نقدروش الآن نطبقها على الـ على الـ على يعني لا تصور إن الآن في أي دولة في العالم في إمكانها أن تصنع سياسات ثقافية تتعلق بها، لأن الثقافة أصبحت عابرة للحدود وأصبحت الناس أوكي أستاذ رامز يحكي على طرابلس في الفترة الحكم العثماني وصحيفة طرابلس والصحف اللي صدرت وبعدين هذاك الوقت لما كانت الناس تقرأ في الصحف وكان هذا هو المصدر يمكن الوحيد للثقافة، لكن الآن لما لو نديروا استقراء للواقع كم من الناس اللي تسمع في إذاعات اللي في ليبيا ولا تقرأ في الصحف اللي في ليبيا ولا تحضر في الندوات اللي في الآن الثقافة تتشكل من مصادر أخرى إحنا ما لناش علاقة بها، وهذا التحدي يواجهش في ليبيا بس أعتقد يواجه في كل الشعوب. الثقافة أصبحت عابرة للحدود، الثقافة لم تعد من خلال الصحف ومن خلال المحاضرات الآن من خلال مواقع التواصل ومن خلال الإنترنت ومن خلال، وهذا بقدر ما هو خطير يشكل تهديد للهوية الوطنية، لكن هذا واقع التعامل معه مش سهولة. ثانيا احنا عندنا في التعلم نقول ان كثير من الاشياء يتعلمها الطالب مش من الكوريكولم مش من المنهج اللي موضوع في من الهدف الكوريكولم المخفي يتعلم منه حاجات كثيره، الشارع المدرسه الجامعه هذه هن المصادر اللي ممكن تشكل الهويه الثقافيه للفرد اولا وللمجتمع بشكل عام ثانيا. أنا كنت أتمنى أن حد يتناولنا العلاقة بين التعليم ودورها في الثقافة، لأن هذا هو المجال اللي أعتقد مجال فيه إمكانية أن احنا نقدر نحدث فيه تغيير المنهج مدارس، لكن راهو في العصر هذا الإذاعة والصحافة أصبحت أعتقد أنها غير مجدية. شكرا. خليل العريبي فنان. طبعا إيمانا بدور الثقافة في بناء الإنسان والمدرك المسؤوليات تجاه المجتمعي وأهمية الثقافة في بناء مجتمع أساس مجتمع راقي يساهم في الدفع بمكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى مستوى أفضل، عليه أحب أن أضيف للتوصيات اللي قدموها الأساتذة توصية اعتبار أن الثقافة كوزارة سيادية لا تقل أهمية عن الدفاع والداخلية والمالية والعدل، حتى تحظى هذه الوزارة بالاهتمام والتمويل اللازم لأداء دورها على أكمل وجه، كما أدعو لتمكين دور الثقافة في صياغة الدستور والتأكيد على التوسعات الثقافية التي تدعم الثقافة والمثقفين. أيضاً اهتمام بتفعيل قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. هذا القانون صدر عام 1968 ولكنه لم ينفعه، كان مجرد حبر على ورق وجمي منذ تلك اللحظة لم تصل اللوائح المنفذة لهذا القانون. أيضاً قانون الحماية الفكرية أو الملكية الفكرية ودعوة الدولة الليبية للمشاركة في المؤسسات الدولية التي تهتم بهذه الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بالملكية الفكرية وحقوق حماية المؤلف. شكرا. شكرا. دكتور رجيب. حسن. الحقيقة عندي تعليقين كلاهما على ورقة الشهنان. وفيها ايضا ممكن رد على التعليق على كلام انتو السنوسي، مساله ان الهويه الان نقع في هذا العصر الحديث عن الهويه الوطنيه لم يعد له فرح كافي، وانا اتفق مع السنوسي، ولكن في عباره قالها همام تعبر تماما عن ما اريد قوله. أعتقد أن الهوية الوطنية الحديث عنها في ليبيا استحقاق انتقالي، ممكن أعبر عن فكرة باختصار بأن من حقنا نختلف على الوطن
من حقنا تكون عندنا هويات مختلفة، لكن خلينا يكون عندنا أصلاً وطن. ولن يكون لديك وطن ما لن تكون لديك هوية وطنية. يجب أن نحافظ على هذا الكيان أساساً. بعد ذلك تأتي مسألة أي شخص عنده انتماءات عابرة للحدود، هذه مسألة أخرى. الكيان الوطني نفسه معرض للخطر. الحاجة الثانية اللي نعلق عليها، همام حكى على المسح القيم، وأنا سعيد إن أحد الشباب مهتم بالمسح القيم، لأن هذا المسح حقيقة اللي اندار في 2014 يكاد لم يتم به أحد رغم أهميته الأساسية. أشار همام لنسخة محددة 2022، وهذه فعلا النسخة هذه طلعت، وكان مركز دراسات قانون المجتمع مصر انه هو اللي يديرها. وكنا لاخر لحظه نحن اللي زي ما نقول حصلنا حقيقة الاندار، لكن لبعض المشاكل البيروقراطيه جهه اخرى جرتها. بنعطيكم فكره بس عليه كيف صار في الحراك القيمي من 2014 ل 2022. طبعا حتشوفوا حراك غير طبيعي لدرجه قد تطرح اسئله عن منهجيه الاستطلاع الجديد اللي ما نقدرش نشك فيها بشكل مسبق دون تحقق، لكن راهو لمجرد ان المؤسسه المعنيه في ستوكهولم اقبلت المنهجيه هذه لا تعطيها بعض المصداقيه. اعطيكم امثله. أمام أشار إلى أن 90% من الليبيين يتوجسون في الآخرين، أن نسبة من يثقون في الآخر 10%. في الاستطلاع الجديد 9%، معقول جدا. نسبة من لا يرغب في أن يكون جارة من عرق آخر كانت 55.1 في 2014، الآن 9%، قفزة غير طبيعية. نسبة من لا يرغب في أن يدين جارة بدين آخر كانت 54.1 السابق، الآن 20%، أيضا قفزة غير طبيعية. نسبة من لا يرغب في أن يكون جاره عاملا أجنبيا كانت في ليبيا 59%، الآن حتصبح 23. الغريبة جدا هي الجارة. كان في سؤال، هل عندك مانع يكون جارك أو جيرانك رجل وامرأة يعيشان سويا دون زواج؟ كانت نسبة الليبيين 59% ينكرون ذلك. فجأة يصبحوا 23. أنا ممتن بوجود ومداخلتي الأولى، كنت أتمنى على اللجنة التحضيرية أن تضمن محوراً مهماً في هذه الندوة له علاقة بالمحتوى الثقافي للمناهج التعليمية في ليبيا. فالمناهج التعليمية في ليبيا هي مناهج مناهضة للمحتوى للمكونات الثقافية في ليبيا، منهج أو مناهج لا علاقة لها بالهوية الثقافية. هذا المحتوى الثقافي الموجود داخل المناهج التعليمية في ليبيا قد أسندت مهمته إلى موظفين في التعليم ربما لا علاقة لهم بالفكر ولا بالثقافة. فنجد اشترار لنماذج ثقافية ونصوص ثقافية لها تقريبا 4 عقود هي نفسها، نص لتكبالي في القصة، نص لأحمد إبراهيم الفقيه، نصوص بائسة، تغيب النصوص الحقيقية، يغيب صادق النيهوم، يغيب إبراهيم الكوري، يغيب علي مصطفى المصراتي، يغيب التشكيل الليبي، يغيب الموسيقيون الليبيون. يعني لا يمكن أن يصدق أحد أن هناك موسيقار ليبي قاد أوركسترا في بريطانيا. لا يعرف أحد أن هشام مطر
تم ترشيحه لجائزة بوكر العالمية، أن إبراهيم الكوني رشح لجائزة بوكر في الآداب. هذا التصحر داخل المناهج التعليمية هو الذي ساهم في تراجع الهوية الثقافية في هذا البلد. التغيير الحقيقي يبدأ من المنهج، كما قال الدكتور السنوسي، ربما الناس الآن لا يتابعون الصحافة لكن الكتاب المدرسي يبدأ من البداية. فتشكيل الهوية تبدأ في جرعات، تبدأ من الابتدائي الإعدادي للثانوي. نعرف الليبيون يعرفون أن لديهم فنانون تشكيليون، أن لديهم موروث ثقافي، وهذا الشيء متى اصطدم به الليبيون؟ اصطدم به الليبيون وهم يصيغون دستوره، فكل مكون خشى أن يتغول عليه المكون الآخر. خشي الأمازيغ من العرب، خشي العرب من الطوارئ، وإلى الآن لم تستطع ليبيا أن تنجز مشروعها دستورها. في مصر كلفت لجنة في شهرين أنجزت دستور. نحن تقريبا الآن دخلنا على 10 سنوات لم نتمكن من إنجاز دستور. الدستور هو ثقافة، لأن المجتمعون ثقافتهم متناحرة، يخشون من بعض، لم نتعود على ثقافة تجمعنا. أن ليبيا هي كل هذه المكونات، أن فسيفساء ليبيا تتكون من كل هذه التفاصيل، فلا يخشى مكون من الآخر، ولكن لم نتعود على هذا. في بداية الثورة جمعني حوار مع الدكتور عطية اللوجي وكان مسؤولاً عن الملف الثقافي. قلت للدكتور عطية: ما يهمنا الآن، قامت الثورة وانتفض الناس، أين الثقافة التي أفرزتها هذه الثورة؟ أين ملامح ومعالم هذه الثقافة التي أفرزتها هذه الثورة؟ يعني حين نقول ثورة، أين محاورها؟ أين هويتها؟ أين خطابها؟ أين أيديولوجيتها؟ أين مشروعها؟ ومن تبناها؟ لذلك البداية تكون من المنهج التعليمي، ومن كما قال صديقي حسام وطار بوجود كيان ثقافي. الكيان الثقافي موجود، هو مجلس الثقافة العام. هذا المجلس تم تأسيسه في 2003، يعرفه رامز، يعرفه حسام، يعرف دكتور نجيب. هذا المجلس كان له دور مهم جدا في المشهد الثقافي في ليبيا. استطاع أن يحرك الراكد الثقافي، هو مسؤول عن وضع السياسات الاستراتيجية، أسندت مهمته إلى مفكرين وإلى مثقفين. هذا للأسف هذا المجلس الآن تم وأده، هو يتبع للبرلمان. هذا المجلس الآن ميت، ليس له أي دور. هذا المجلس كان مناظرا للمجلس الثقافي في الكويت وفي أبو ظبي وفي الإمارات، وبالتالي الوضع العام لهذا البلد لا يمكن أن يتخرب بدون ثقافة. الرسالات السماوية في محتواها هي ثقافة، بين الله وبين البشر كان في هناك كتاب، الكتاب هو ثقافة. كيف يمكن أن نتغير بدون ثقافة وبدون كتاب؟ أعتذر عن الإطالة وأشكر لكم حسن الاستماع. حقيقة التعريف بداية لابد السياسات، التعريف لابد السياسات هي موضوع له علاقة بالقوة والأفعال والفضل والشعر. بدأت لي ورق من الأستاذ رامز والدكتور مفيدة نحت نحو تاريخ أكثر من تعرف علينا الإمام، نحت نحو التاريخ ويعني وبعض الملاحظات حتى على السلف داعي لفكرة الآن، ولكن كمسلمة بدأت فينا نتابع قليلاً عن العنوان مثل السيدة المفيدة تحدث عن الثقافة، وذلك ذكر الأمر لا أستطيع أن أجعله يمر دون تعقيب عندما ذكرت الجهاد عمر المختار وجهاد هذه المرأة في سياق العنف المسلح، وجعلتها في مواجهة الحوار الجغرافي في مراحل سنية. هذا الأمر خطير جداً، ما كان ينبغي أن يكون هذا الإطلاق. نحن في سياق البحث عن الهوية وفي سياق البحث عن التاريخ الصحيح، لأن لو كان جهاد ليبيا له ما يبرره، لأنه لم يكن عنف في مواجهة المدنيين، حتى يسمى عنف كان في مواجهة قوة فاشية غاشمة، فلا يمكن أن يبرر أو يذكر في سياق أنه عنف مسلح على الأرض. أرجو من الدكتورة إذا كانت تستمعين على الأقل في حالة نشر أن تحرر هذه الفكرة.
تعريف كنا نتحدث عن السياسات. السياسات بدت لي أنها مش مثلث له علاقة بالإنسان، الإنسان والفضاء، الإنسان الثقافي والفضاء الثقافي، وأيضا الوجبة أو المحتوى الثقافي. هذا المثلث هو المعنى بالسياسات. الإنسان قد يكون مثقف وقد يكون مسلم، الذي يجب أن يستهدف من هذه الندوة هو أن يثقف، سواء كان شاعر أو أديب أو فيلسوف أو أن يسير أن يكون وزير ثقافة، أن يكون مشرف في المقام الداخلي. كنا نود أن نستمع إلى هذا العنصر المكون للسياسات الثقافية، شنو ملاحظاتنا عليه وشنو المطلوب منا في التوصيل. الفضاء الثقافي تحدث عن المسرح، تحدث عن السينما، تحدث عن الأوبرا، تحدث عن المدرسة، تحدث عن النادي الموسيقي، تحدث عن يعني المسرح أو الفضاء الثقافي. ما هو ما يجب أن نستهدفه من السياسات؟ يعني بالفعل منذ ولادة الدولة الليبية وحتى الآن، والفضاء الثقافي يتخبط، شخص يكون معني به وشخص يعمله. نحن الآن تقريبا في دور 17 أهمال كامل لهذا العنصر الأساسي في مثلث السياسات الثقافية. المحتوى مؤامر مهم جدا، وهو أيضا يجب أن يستهدف من السياسات الثقافية. المحتوى قد يكون قصة، قد يكون شعر، قد يكون مادة فلسفية، قد يكون مادة أكاديمية، قد يكون مادة تعليمية، قد يكون أيضا مادة ترفيهية. ولكن كل هذه الأمور كان أو كنا نتمنى أن نستمع حولها أو حول هذا المثلث، ما أوجه الفصول منذ ولادة الدولة الليبية حتى الآن في هذا المثلث الذي سنتقم وسواء في المادة وسواء في الفضاء، وما هي توصيات حيال هذا الأمر. أما ما عدا ذلك أعتقد هي ستكون أمور مكملة للسياسات الثقافية وليست هي صوت السياسات الثقافية. شكرا. أستاذ رامز ذكر نماذج السياسات الثقافية، ذكر ثلاث نماذج، نموذج المهندس والنموذج الراعي والممثل. في نموذج رابع وهو اللي أعتقد أن المرحلة القادمة هي ماشية باتجاهه، بصرف النظر إذا كان هذا هو النموذج الملائم للحالة الليبية ولا لا، هو النموذج المصمم. هو طبعا يعني بدايته هو زي نموذج المهندس من زاوية أن الدولة هي اللي تضع الخطة الوطنية وتنفق من ميزانية الدولة، لكن يكون في أجسام أخرى غير حكومية تكسب حدث هذه المركزية زي النقابات الفنية مثلا. النموذج هذا موجود في فرنسا، موجود في تونس، موجود في مصر، بس مش في طبعا مصر شاهدة انتقادات يعني من ثروة عكاشة، ربما هو اللي مش أسس فقط يعني السياسات الثقافية في مصر، بل أسس السياسات الثقافية في المنطقة. يعني كان نموذج القديم، نموذج زي ليبيا بالضبط، كوريا الشمالية، دولة فيدرالية من شيء، نموذج مهندس. بعدين مع فاروق حسني والمرحلة اللاحقة انتقلت إلى النموذج الثاني، النموذج اللي فيه وجود أجسام أخرى. أعتقد ليبيا ماشية بهذا الاتجاه، ما نعرفش النتيجة حنوصل إليها ولا لا. عندي تعليق آخر على مداخلة الأستاذ المفيد أستاذ همام عن فكرة الهوية، الهوية الوطنية. أنا أعتقد أن في شكلين للهوية الوطنية، الهوية الوطنية في شكلها الاختزالي وفي شكلها الإيجابي. الشكل الاختزالي أن الدولة عبر سياساتها تسعى إلى اختزال أحد مكونات الهوية عشان تحقق السوشيال كوهيجن وتخلي المجتمع يتلاحم اجتماعيا، فزي ما صار عندنا في النهضات الثقافة العربية والإسلامية، المكونين فقط تختزل فيهم الهوية وتبدأ الدولة تروجها. الشكل الثاني الهوية الجامعة ينطلق من سؤال مفاده، ما الذي يجمعه؟ هل الماضي المشترك ولا المستقبل المشترك؟ أعتقد الدول المتقدمة نجحت في نقل العقد الاجتماعي من رابط الدين أو العرق أو إلى رابط المستقبل المشترك، ومن هنا الهوية الجامعة تبدأ من خلق هوية تبلورها الدولة وتديرها الدولة عبر سياساتها، خلق هوية مبنية على التنوع. أن الهوية بشكلها مركب ووسائل أيضا، فالدولة هي التي تشكل فكرة تخيلية معينة للمجتمع عن نفسه، فتعمل على تعزيز التنوع لتخلق هوية جامعة عبر يعني لما نجوم الهوية الليبية لازم الهوية الجامعة كل المكونات الثقافية في ليبيا تحس أنها معبر عنها بما فيها الكفاية في هذه الهوية، وهي اللي يعني أثبت التجربة أنها القرار الأمثل. ونتمنى أن فعلا نمشي لفكرة المستقبل المشترك مش الماضي المشترك. شكرا أستاذ حسام. الآن نعطي فرصة نبدأ بالدكتورة مفيدة حيث أنها على الزوم الآن للتجاوب على بعض التساؤلات. تفضلي دكتورة مفيدة.
بداية تحية طيبة لكل السادة الحضور. بداية تسمحوني أن أشكر الجامعة الأمنية الدولية هي اللي تعمل بفرصة المشاركة في ندوة السياسات العربية في ليبيا. يمكن التعبير عن محاولة متواضعة مني لتقديم رؤية معينة عن الهوية الليبية. أتمنى أن يكون العقد الاستحسان شديع. الغاية منها هو محاولة لمشاركة الرسالة يعني مرتبة منها في رؤية من خلال دورة التفاعل مع قضايا المجتمعات الكلمة هي قصيرة جدا لأفضل الانتفاقس كان ودي الحقيقة أن أكون متواجد معكم بشكل مباشر ولكن الظروف السياسية أو السياسة الدعينة من عدم ذلك ولكن شكرا للتكنولوجيا لتكون كانت يد حاضر لبذل هذه المشاريع مشاريع الثقافة وال شكرا دكتورة مفيدة شكرا الآن نتوجه للأستاذ رامز المويسري ليقدم لنا رأيه في التساؤلات والنقاشات التي حدثت الآن حول الموضوع. بسم الله أنا حرود بداية على ملاحظة الدكتور سنوسي. على فكرة أنا أشرت في الورقة إلى مسألة أن الثقافة وبعدين السياسات الثقافية أن السياسات الثقافية والعمل الثقافي في النهاية لازم نشوفوه كعمل تنموي مجتمعي وأشرت في الورقة لأن من ضمن الأساسيات المهمة في وضع السياسات الثقافية هي من خلال المناهج التعليمية فلازم المناهج التعليمية تكون مدعمة بمحتوى ثقافي يعمق يعني يخلي للثقافة حضور في المجتمع. النقطة الثانية بنتكلم عليها هي حتى ذكرها الأستاذ جابر وبعدين الأستاذ يوسف بخصوص الموضوعات التاريخية أصلا الورقة هي ورقة تبحث في تحاول التأصيل يعني مثلا أنا تكلمت عن الثقافة تكلمت عن السياسات الثقافية وحاولت أني أتتبع السياسات الثقافية أو العمل الثقافي في ليبيا من إلى فلازم أني كنت أتطرق التاريخ يعني هذا كعمل أساسي. الحاجة الثانية النقطة الأخيرة بنتكلم عليها الخاصة بالأستاذ والصديق حسام ثني هي مسألة النموذج الرابع أنا حاولت أنشير له في التوصيات اللي هو النموذج الرابع اللي هو النموذج اللي هو النموذج المصمم أنك أنت الدولة تضع سياسات وتقوم الجهات المؤسسات الأهلية بالاشتغال على هذا على هذه السياسات هذه حاولت أن أنشير لها في التوصيات لكن ما باش نحطها باعتبار ان هي تقع تحت تصنيف اللي هي تحت الدوله شنو احنا قلنا في عندنا اللي هي الدوله الميسره والراعيه والمصمم الله يرحمه بالك الله يحلك السوق الحر وال النموذج المهندس هو اللي هي تقع تحت النموذج الرابع اللي هو المصمم اللي باعتبار احنا هي اعتقد ان النموذج الفرنسي هو افضل نموذج فيما يخص السياسات الثقافيه فاعتقد انه هو يعني نموذج جيد وممكن يعني الواحد يشتغل عليها ويطور في لكن باقي الملاحظات اعتقد ان ملاحظات هم انا سجلتها ولله الحمد وحنحاول على الاقل الواحد يشتغل عليها في مشروع يعني بحثي اخر. توفيق للجميع. شكراً أستاذ رامز. الآن نتوجه للأستاذ همام تفضل إجابة على التساؤلات. أنا بس نعقب على نقطة أثارها حسام اللي هي الاختزال الهوياتي طبعاً بنقول حاجة واحدة بس أن الهوية الوطنية جامعة لا تعني بالضرورة هوية اجتماعية جامعة بمعنى أن غالباً صناع السياسات الثقافية في ليبيا يحاولوا استحضار
كنت نقول ان غالبا صناع السياسات الثقافيه في ليبيا يحاولوا استحضار مفهوم الهويه في جماعه مغلقه، ان تكون جماعه اجتماعيه مغلقه وما فيش هويات اجتماعيه متعدده. الحقيقه ان الهويه الوطنيه الواحده لا تلغي الهويات الاجتماعيه، لا تلغي ان فيه هويات فرعيه او دون وطنيه لها ثقافتها وفلكلورها الخاص. انا هذه بس ممكن كانت نقطتي. الحاجه الاخرى ان انا حاولت نربط السياسات الثقافيه هذه بنتائج المسح القيمي. طبعا من ابجديات البحث العلمي ان الارتباط لا يعني سببيه، لكن الواضح ان السياسات هذه خاصه مثلا لما جو سياسه منع تعليم اللغات غير العربيه ان اثرت بشكل مباشر على رؤيه الليبيين لانفسهم وعلى تصورهم كيف هم ممكن يكونوا مستقبلا. سو بس هذه، شكرا.